من ورا إيلان. شوفوا شوفوا شوفوا، وهاي لبسنا البجايم وقاعد ناخذ صور هنا، وهنا عندنا اصور فيديو. لا تعاركون ايان ويزك قاعدين. كافي، شوفوا شلون يتعاركون. شوف الطبيعي يعني ايان ويزن على طول يتعاركون. كافي حتى لو نصور فيديو يعني. كل هلا بيكم، اقضوا يوم ويانا في الشتاء. شنو راح نسوي اليوم؟ على اساس اليوم اكو تركي، شنو جبت لهم؟ سالمون. وعد الله يسلمك ما يعرف شنو يعني التركي. روبيان راح جاب سالمون مكان التركي. زين شو اسوي؟ انا اقول لكم ليش ما جاب تركي، كان نفسي اليوم ان نسوي تركي وناكله. الله يسلمكم، وعد المحروس خرب لنا الفرن. فإذا جبنا التركي وين راح نسوي نشوي؟ اللي علي أنا الأوبن كان المروحة مالته ما تشتغل، سعرها 500 دولار، فتحتها صلحت المروحة زين ما قام يشتغل ونظفته. شو أسوي له؟ اشتغل حطيته حتى ينظف زين، بعدين وقف ما قام يشتغل. أنا من خلصت كان يشتغل الأوبن، وخليته على كلينر بعد ما نظفته تخلي الشغلة حتى حرارة تصير عالية ينظفه. شنو صار؟ وقف. سمعت المثل يقول اعطي الخبز الخبازة حتى لو ياكل نصه مدري يحترق نصه. زين اعرف انا صلحته المهم خربته ونظفته. شو اسوي زين فوقاته. زين جيب لنا تركي جاهز. هاي رابع سنة، كل سنة يقولوا لي ما ثالث سنة. هاي السنة الثالثة. اي سنة الثالثة. زين لا انا بس تعرفين شنو؟ راح اجيب بيبي تركي وربيه. صح فكرة حلوة. زين؟ ايه؟ نقرا عليه لا خطية. لا ما احب. المهم حبايبنا اليوم راح نسوي اشياء كلش حلوة، واول شيء احنا سويناها اللي هي الشغل. يوم حركات كاميرا بعيدة. نعطيكم تصوير من زاوية بعيدة. من زاوية والكاميرا راح تطفى لان التشارج راح يخلص. طبعا هو اكو يوم زوزو اما الدور على الباتري اما التشارج ما مشغوله. شو اسوي؟ باي باي حبايبنا، خليكم معنا. شنو باي باي؟ كل مره كل ساعه كل ما يسجل فيديو زوزو باي باي باي. اقول لك يعني لا، وكل ما نفتح الفيديو هلا حبايبنا. يقول خلاص هو من بدايه الفيديو قلنا لهم هلا حبايبنا. ما اقدر الفيديو هلا حبايبنا. ما اقدر. نحبكم. باي باي. مهما قال كم ما يجوز من السوالف. خليكم معنا انتظرونا قريبا. وهسه حبايبنا جبنا هذا. طبعا من وين جبته حياتي؟ من كاسكو. من كاسكو. هم بعد بالمار تارجت موجود. راح نسوي البسكوت. شلون حلو؟ يا ايش قد حلو. انت راح تزينينه؟ يا راح نزينه احنا والاولاد. كلش حلو. شوف يا ارسلان راح نقعد هنا احسن طريقه. اوكي وهذا الشجر مالته اللي هو اللي يلزق بيناتهم. كم واحد يعني؟ هو واحد مسوي. ها اوقف خلينا نجيب سكينه. هاجي ودي كانت الجامب انترفيو. وقت مناسب ان نسوي. ليش؟ لان ايلان نايم. مين قاعد راح يفلش. ماما يلا ارسلان يلا say hi. hi ماما can I have permit? I'm gonna eat one. نحطها بعدين تاكلها. اوكي هسه اريد نزينها. اريد نزين البيت كلش حلو. يلا افتحها ايان. اوكي هسه شوفوا قلت انه ايان او يزا راح يمسك. اي يزا ننزل تحت خلينا نشوف. No, I want this. Please, can I have this? Okay. The glue, where you glue? Yeah, I'm for it. Watch in the box. Hey. Have the show. Hey, yeah, I have the box. Yeah. That's it for my side. Open this, Mama. Open this. Yes, it. Open this. This is the instruction. Ayan, هاي فتحت لك يا شو؟ Okay, هذا okay. الأخضر هنا ما عاد خلي. الأبيض هنا. جبت هذا المقص عشان القص. يلا.
لا بس ما طلع ما طلع اوكي انا عاوز مفتوح ولا زين؟ انا ورا دو انا ورا دو هذا اوني وان اوني وان هسه وعده طلبنا من عنده المساعدة انه يسوي لنا هذا الجزء، شفتوا هذا الجزء اللي طالع؟ ما عرفت الصراحة. وين هذا؟ مو انتوا انتوا انا ليش؟ هو كسرهم منو يا اياني؟ زين هي واخيرا عرف وعد شلون يسوي او اي وحدة، لان اول ما فتحناهم ايان شنو سوى؟ راح كسرهم وما عرفنا شنو. هسه اجيب لك اياه. وهنا بدا وعد يركب لنا. ثانك يو المهندس وعد. بعد ما خربوا لازم ناخذ مساعداتك يعني. طلعت الموضوع مو سهل ترى، لا في صعوبه، في تشالنجينج يعني بالموضوع. ماما ارسلان شنو رايح حالته على هذا على الحلو؟ يريد يخليه، هو يريد ياكل ويسوي روحه ماما ودك اخليه. كم هاي يا حركات ماما بوته. How many one you eat؟ شوف 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 شو يقول 3. يعترف ما يجذب الحمد لله. زين اذا انت اكلتهم شلون راح نخليه؟ Don't eat it. We need to put it. يا شلون راح نخلي الزينه؟ ها؟ يا طبعا شوفوا هنا هو الباب لازم يكون صح هنا. هنا هم هاي جاي جاهزه مركبينها، بس هذا السايد مقلوب. شوفوا الباب فوق بس السايد الثاني لا عدل، يعني المشكله من عندهم مو معنا. طبعا هنا شوفوا الاختراعات. شوفوا الاختراعات ايه. تعال شوفوا القسم اللي انا سويت شلون يخبط. تعال قرب صور لهم اياه قبل لا يطيح. طبعا هاي ثاني مره يطيح هذا. اوكي ولحد عليه. لا تمسك لا تمسك خليه مستور علينا. طلع البيت معوق. عوقه. لا تعرفون شنو؟ خل اصور لكم وجه وعد. امانه شوفوا ما ادري شنو وجه وعد. والله معصب لان احنا خربنا. المهم زين من عنده طلع هيك. انا ما اعرف هيك اشتغل هوسه وجهال يمي وهذا يطفر فوق راسي ابدا. تدري شنو اجيب انا اسوي بحدي ايه بس ما فتحه وزبله وهاي يمه انا قاعد ارجف هسه قاعد ارجف على الديزاستر اللي سووه. راح ينطحنون طحن. شوف هنا المهندس ايان وهنا المهندس الثاني شنو هذا؟ هذا سقف بربك هذا سقف. هاي شنو لو خارطة وين يا خارطة هاي؟ خارطة أمريكا هاي. تعال شوف العيون على أساس عين خطية. تعال هاي عين هاي. شوف هذا معوقة زين. لابس لوكي ماين لابس نظارات. هاي هي بعد شنو مو ضروري. لا طلعوا حلوات شوفوا. هاي شنو حلوات؟ هسه نسوي الحلق. اوفو الحلق راح. الحلق برا خلينا نشوف الحلق. هذا مو هذا حلق جريه. هذا طلع معوق. هذا حلقه قامز. هاي تو ماكل ايس كريم يعني عذرو. والله تفضل. شنو هذا الحلق؟ هذا بيت. هذا بيتصا. طبعا هم كلهم هم هسه يكسرونه وياكلون الكاندي. هم مو حبا بالبيت لا. ليش هو بالكاندي داخل اكو كاندي؟ هذا فلاع الفوق الكاندي هذا يريد ياكله. ايش حسب بالك؟ ليش هم شوف يزن سوا. هم اثناء العمليه ما تعرف خلصوا نصه. This is fancy, the white pants. يعيب ويسيه العبوله. عيب عليك. وين؟ مالتك هذا وقري. هاي لازم هاي عندك بنيه. هاي تعرف هاي؟ تعال خليني اوريكم هاي. هاي اللي انا قاعده اسويها هاي. شفت شبهها لو لا؟ اي لا بالضبط. اكو هنا ورده الها لازم نجيب اللي هي اوقفه. وهاي شنو هاي؟ اي اله. هذا عود نفسي؟ لا بعد يراد اقول لك قبل وبعد عمليه التجميل. قبل وبعد عمل. لا شوف انا سويتها مثلها بس ناقصه هاي مالتها الورده. قاعد يركب. لا قاعد يركب. هي سو سمارت ارسلان. قاعد يشتغل. هاي زين اقول انا كل ما احط ايده ومص اصابيعه. وايام قاعد يقرط طبعا. ها طينيه. طينيه. تعال.
تعالوا معي عشان اوريكم الورده. طاحت. تعال شوف الورده. لا كمان كمان لا ادري انت شوف انا قلت لكم قلت لكم تعالوا 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 تطلع تخبر. هاي شعراتها هنا انا عندي صار وهاي طيبه نفس الصوره. اوقف بس الحلق شنو صار؟ نفس الصوره شوفوا ها نفس الصوره. لا حد يحكي وياي لا حد يقول لي مو حلوه. ها تخبط بس كني ناقص مو ابيض الابيض تحت هاي الابيض هاي والفستان طويل انا سويت لها اياه قصير. ايه هو مو سويت لها اياه قصير هو اللون احمر خلص. اذا انا وين وصلت؟ قاعد بابا لا لا خليني اتقنها لازم تكون بالضبط. اتقنها ايه هذا تقنية يا الله شنو هاي شنو هاي شوف هاي دايبر صدق دايبر صدق دايبر هاي صارت مو هاي دايبر شنو هاي دايبر لا تقول لي مو نفسها صارت شوف اي بس انت لازم تخلين خط اخذته هاي مو شو اسمه شنو يلا هو من اللي قص الابيض قصته كلش عريض اي من اللي قصته اي مسكت شعري وكله لا كل شيء مال هسه تعرف ايش راح اسوي راح اشيل هذا كله يلا هالشيء حط لها لا ما تصير بابا شوفوا وين تدخله اعصر من تحت شوف قاموا يركب كيفه طبعا ديزاين كيفه ديزاين كيفه هاي هذيلا شنو هذيلا موقعهم بالاعراب نسيناهم شكلنا ها ها go wash your hand in the bathroom. اوكي وين حطوا التريك؟ ها نحط هنا ياكل هاي مو؟ يا بابا بيجي؟ يس وهاي النتيجة النهائية جايكم بالنتيجة النهائية حلوة؟ حبيتوها؟ مبدعين؟ طبعا نظفت الطاولة مسحت الأرضية لأنك صارت كلها تلزق شو رايك حياتي شو رايك؟ لا عشت ايدك لا صدق؟ حلو؟ يخبط لحظة لحظة خليني أجيب هذا 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 البوكس شوفوا بس اللي سويتي أحلى لا قولوا ما يعرفون غلطانين من أصلاً. من 10 من 10 ايش قد تعطونا كتبوا تحت 100 انا اعطيك 100 بس خل نخلص حتى الشركه يمكن راح يدقون عليه تقول لك احنا نريد هاي الصوره تخليها على الباك يعني خلاص حبيبي يعني درينا انه مو حلو هوايه يعني هسه المتابعين يكتبوا لنا ايش قد وقبل لا تسكرون هذا الفيديو شير هذا الفيديو مع احبابكم واصحابكم ولا تنسون الاشتراك معانا على اليوتيوب على الانستغرام وعلى التيك توك واللي جاي من التيك توك يكتب لنا تحت على الكومنت انه هو جاي من التيك توك منين جاي تيك توك ولا انستغرام تيك توك هلا شلونكم جماعه شنو رايكم بالشزرال اللي سويته ويا سواها اشتريناها انت ركبتها انا ركبتها وانا سيرتها وزوزو سقطتها وهذا النسور لا هذا زين لا هذا زين هذا اللي قاعد لنا البيبي اللي قاعد لنا البيبي ها يلا باي 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 سي باي باي